للسنة السابعة على التوالي يحتفل مجلس خواد دنيا البحريني بأعيادها الوطنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة بأسلوب مصري ممزوج بنكهة بحرينية في احتفالية متميزة أقيمت على ضفاف نهر النيل في العاصمة القاهرة. ويحرص على المشاركة في هذه الاحتفالية السنوية جمع من الفعاليات البحرينية لتمثيل المملكة بأسلوب مميز ملؤه الروح الوطنية. مشاعر وطنية، حب وعشق سنوي يتجدد في ربوع أرض الكنانة يقوم عليه مجلس خواد دنيا إلى جانب عدد من الفعاليات البحرينية التي تسافر سنويا إلى مصر للاحتفال بأعيادنا الوطنية، فتستقبلنا بكل حب لتشاركنا مشاعرنا الوطنية على طريقتها الخاصة، ما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تمتد جذورها لعقود طويلة بين البلدين. كمصري يعني أنا بعتز جدا بمملكة البحرين، ومملكة البحرين أحد الدول ال 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولها دور فعال جدا جدا في إثراء العمل العربي المشترك. طبعا إحنا كل تمنياتنا لهذه المملكة الحبيبة لقلوب المصريين وقلوب العرب بدوام الاستقرار والنمو والرخاء والازدهار. طبعا التربط بين الشعبين ده من زمن مش من النهارده، يعني انا بروح البحرين وباجي بحس ان في فرق، فطبعا شعب البحرين فوق دماغنا من فوق واحنا بنتشرف بيه. بيكنوا الشعب المصري لشعب واهالي البحرين هي علاقات الاخوه والحب والعروبه اللي بتجمعنا دائما، وان شاء الله مزيد من التعاون ويستمر هذا الاخاء إن شاء الله في المستقبل. مساء وطني ازدان باللونين الأحمر والأبيض على ضفاف نهر النيل في احتفالية مميزة جسد فيها المشاركون في الرحلة السنوية حب أبناء البحرين لمملكتهم الحبيبة. فللسنة السابعة على التوالي تحتفي جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مجلس خواد دنيا على طريقتها الخاصة. نحتفل في هذه المناسبة في جمهورية مصر العربية، حيث تربط جمهورية مصر العربية بالبحرين علاقات حميمية وأخوية، لذلك هذه ما شاهدناه الآن. وجدنا أن على أرض الكنانة أرض مصر الكل كان يرحب فينا والكل كان يبارك للبحرين وأهلها وشعبها وإلى سيدي جلالة الملك بهذا اليوم المبارك. تربط البحرين مع جمهورية مصر حقيقة علاقات بعيدة المدى ومنذ أزل. احنا اليوم جايين زيارة إلى مصر الحبيبة، والحمد لله كانوا في استقبالنا وفود كثيرة من ضمنهم المحافظ، من ضمنهم أهالي مصر، واستقبال كان جدا ممتاز وجيد، وما حسينا بفرق يعني بين البحرين ومصر. البحرين ومصر دولة واحدة ما في فرق بينهم. استعراضات فنية، أنغام بحرينية تمايل عليها الحضور ضربا جسدتها فرق مصرية حركت مشاعر الحضور ورسمت الابتسامة على محياهم. على ضفاف نهر النيل ومن مدينة القاهرة تبحر عضوات مجلس خواد دنيا للسنة السابعة على التوالي لتشارك القاهرة شقيقتها البحرين أعيادها الوطنية، حيث يحتفي المصريون بإخوانهم البحرينيين معبرين لهم عن حبهم وسعادتهم باليوم الوطني البحريني المجيد. من جمهورية مصر العربية، خلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.